عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنختبر تطورات براثن والوميض واللهيب، وهذا سلسلة من المقاطع تعتبر من أنجح الأفكار عندنا في القناة، لأن في مقطع مقاطعها وصل لنص مليون مشاهدة، هو أعلى مشاهدة في قناتنا. الفكرة بكل اختصار إن احنا نجيب ثلاثة بلابل من أجزاء متقاربة زي الحين مثلا جزء التيربو وجزء الرايز، وننزلهم ضد بعض ونشوف مين بالبول الأقوى. هذا المقطع حنلعب زاد ثلاثة بجزء التيربو ونزاد ثلاثة بجزء الرايز، وبعدها حنلعب زاد سداسي بين ستة بلابل كلهم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وقبل لا نبدأ، حابين تشوفوا بلابل؟ فمن جيب سويت تويز لبيع بلابل بأعلى جودة من جميع الشركات نوصل لجميع دول العالم، حيكون رابط تحت في صندوق الوصف حاليا. وبمناسبة العيد مقدمين لكم تخفيضات وخصومات على تقريبا أغلب المنتجات، وفي كمان عروض خاصة عليها شحن مجاني، غير ان العرض كمان عليها شحن مجاني. هذه الحلبة يا جماعة الجيم نتكلم عنها في المقاطع السابقة، وترى كمان يا جماعة السكرات حيكون عليها خصم وكمان حيكون عليها شحن مجاني. لا بلا الدايناميت اللي كل تجي معاه جزء الاطلاق وجميعها حتكون بنفس القطعة الاصلية، وما ننسى كمان انه خلال النفاية توفر وجميع القطعة الاصلية ويجي كان معاه جهاز اطلاق، وكمان تطور بلبل برق الحائط. يا جماعة وصلت الحقائب، وكمان مجموعات البلابل اللي شايفينها، وكمان حلبات بيبتر الهجومية اللي حي عليها شحن مجاني وخصم جدا جبار. كالعادة رابط المتجر حيكون تحت صندوق الوصف وفي أول تعليق مثب. مثال حيكون من خمس جولات، وهذه جولولة الوميضين البلابل السرية الهجومية. خلينا نشوف الحفوز. كل مصليم انتكابة تومي، وترى ضربات الوميضة الثاقب جدا قوية وحاسمة، هزمت أقوى البلابل. الثانية ثلاث صفر. بعدها وهي الجولة الثالثة يا جماعة برضو فاز الوميض الثاقب، بس هو هذا الشيء متوقع، لأن يا جماعة الوميض الجارح المفروض يكون وميض ويكون من أقوى البلابل، لكن في التابو كان هزم من أضعف البلابل. نتيجة 4-0 الوميض الثاقب. الجولة الرابعة 5-0 الوميض. الخامسة والأخيرة لنزال البلابل الشرية الهجومية، بلابل الوميض. يلا الوميض الجارح على الأقل فوز في جولة واحدة، الوميض الثاقب فقط طاقته قبل شوية إنه خافش خاف يحل بعدين رجع للنزال. خلينا نشوف هل الوميض الجارح يستغل هذا الشيء ويفوز. يلا يا وميض، يلا يا وميض، واخذ له اول نقطة، فنتيجة الحين صارت 5-1 للوميض الثاقب. النزال الثاني حيكون نزال بلابل اللهيب وبلابل اللاعب ماهر. زي ما انتم شايفين كل البلابل اصليين من تكابة تومي، صحيح ما فتحناهم في القناة بعلبهم، ولكنهم الاثنين يوصلونا بطريقة او باخرى، يعني قدرنا نطلبهم لحالهم بدون علب. النزال حيكون من ست جولات، وهذه الجولة الأولى. لأن يا جماعة اللهيب النفاذ عنده ست أنماط مختلفة نقدر كلها نستخدمها في هذا النزال. واحصف اللهيب الرايز. الشيء اللهيب كان على النمط اليميني الهجومي، وتبه هو عنده دوران يميني ويساري وعنده ثلاث نمط في القاعدة، فيطلع مجموعة الماس ستة نمط. اللهيب النفاس على النمط الدفاعي. تبع يا جماعة اللهيب الرايز يساري واللهيب النفاس يميني. دائما كذا نحاول نلعب بينهم نزالهم نكون بعكس الانماط. نختصر عليكم بعض الوقت. اوكي، والفايز في النزال هو اللهيب الرايز. 2-0. الثالثة والأخيرة قبل نغير الانماط. يلا الهيب الرايز. والفايز في النزال هو الهيب الرايز المرة الثالثة على التوالي. الهيب النفاذ يساري هجومي، والهيب الرايز يميني، وطبعا النمط ما نقدر نتحكم فيه غير انه يكون اطول او اقصر، فانا دائما حخليه على النمط الاطول. جلولة 7-1 في الهيب النفاذ. كيف يا جماعة كل الأربعة الباب سوبرز اللي عند اللهيبة انفتحت في وقت واحد، يعني المفروض تنفتح اثنين، ولو تخلونا نقطة ثانية تنفتح الاثنين الثانية، ولكن هنا كذا ما ادري ايش صار، يمكن عشان كذا خسر اللهيبة الرايز. بعدها الأغلب اللهيبة النفات اللي حيفوز تبنتيجة 3-2، بس ممكن لهيبة بايز بس تاخذ خصم ويفاجئنا. اوكي، فاز لهيبة بايز 4-1. جو الاخيرة نزال لهيب. اللهيب النفاذ توقع حيفوز. اوكي اوكي، لا ما حيفوز. الفاز في النزال ولا احد، تعادل 2. مع نزال الثالث والاخير قبل ان ننتقل لنزالات اكثر من بلبل، يعني ممكن نزال ثلاثي وممكن حتى نزال سداسي، حيكون نزال من بلابل لاعب فريد او اللي هم يعني براثن، لانه هذا اللي وسام مو الفريد. النزال هذا يا جماعه على الاغلب حيكون من اربع جولات، وهذه الجوله الاولى. ضربات الوحده. ضربات في البدايه كانت ضربات قويه. والحين حيصير نزال عادي، حيفوز براثن الوحده طبعا لانه واضح. ثانيه. اوكي
ننصف البراثن بوحدة. اوكي يا جماعة، فايف هات النزال هو براثن الوحدة للمرة الثالثة على التوالي. الحين جاوك نلعب نزال ثلاثة بلابة التاب، وحيكون من ثاجلات وكل بلابة عن النمط اليساري حتى اللهيب. هلا جوب الهيبون. اوكي اوكي، ومين خرج اللهيب؟ بس مستحيل يقدر على براثن الوحدة. فايف هات النزال هو براثن الوحدة. ثانية يا جماعة، من أول ما شاف براثن الوحدة هو ما تحطم ولا مرة توقع في المقاطع، يعني دائما هو كان يفوز حتى بعد الفريم، أبدا مستحيل إنك تحطم يعني. فاز اللهيب في هذه الجولة بقوة الدوران، آخر جولة. الرابعة والأخيرة. عيدها. الفايز في النزال هو براثن الوحدة. كفو يا لهيب، لو تفوز ذا النزال تكون اسطورة. أول مرة أشوف بلبل يقدر يوقف هجوم لهيب، بس ما قدر يفوز بصراحة، كان من أقوى البلابل. طبعا لهيب كان النمط اليميني في كل الجولات اللي قبل، الحين نحن نلعب آخر جولة. الجولة الأخيرة. أهم شيء دوبارة ما تحطم. نقطة لهيب طبعا. جاء وقت انزال سداسي، واللي بصراحة يا جماعة حيكون انزال جدا صعب، لأن أغلب لابلة هجومية وضرباتها قوية، يعني تخرج خارجة حلب بسرعة، ولكن حنحاول نضبطه على الأقل في جولة من الجولات. أول جولة التكتيك حيكون اليوم بلابة قادرة على التحمل الأول. هذا كيف فاز؟ هذا أضعف واحد فيهم يا جماعة، ومن آخر واحد. فاز اللي هو حنين. يلا يلا بقى واحد. اوكي ضربناه في الاخير. فاز لومين هذا المرة الثانية، هو يعتبر فاز في النزال بشكل عام. شوفوا مشاهدة يا جماعة، وبس هذا كل عندي. لا تنسوا لايك وشاركت في عجب التنبيهات. في الاخير الفايز في النزال السداسي هو لوميض، مع ان احنا كنا نرمي في الاخير دائما، ولكن هو اللي كان دائما يفوز. صراحه ذاك كان صعب، لانه حلبه صغيره وبلابل تتبع احجامها كبيره نسبيا يعني. فوصلنا للختام، شكرا على المشاهده، نشوفكم المقطع الجاي، ومع السلامه.